عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة سي بي سي بنا. كما استنستوا بينا كل يوم في حلقة رمضانية جديدة، اليوم باش نعملوا مع بعضنا الغريبة البيضة. المقادير متاعنا سهلين، طريقة كيف كيف سهلة، وإن شاء الله عندكم ورقة وستيلو باش تقيدوا الغوصات متاعنا ونحضروها مع بعضنا. توا عنا فارينة، حضرنا فارينة
شهر الفضيل شهر رمضان تكثر الشهوة متاعنا، نحبوا برشا نوليو الحلو يتزاد لنا في الميزان. الناس الكل قد ما احنا نفرحوا به قد ما احنا ناكلوا فيه ونشتهيوا فيه بالقدا بالقدا. هوني باش ناخذ عندي القالب هذايا سبق وعملنا به اليويو كانكم تبعتوني في الحلقه اللي فاتت، وتو باش نخدموا به الغريبه البيضه كيف كيف. هوني العجينه متاعي تجم تدخل استويتها باش نطبعها. بنفس الطريقة، طريقتنا اليوم سهلة، روستاتنا سهلة، ما تاخذش منها برشا وقت، ما تاخذش منها برشا تكاليف. كما شفتوا سهلة مهلة، فارينة حطينا الزيت والخميرة والمقادير إن شاء الله قيدتوهم باش ما تنساوهمش. والخدمة كيف كيف سهلة، عنا قالب نخدموا به الغريبة متاعنا. أنا باش نكمل نحضر الحلو متاعي متاع السهرية متاعي ومتاع شقان فطر الجماعة اللي معايا، وانتم باش تعملوا تحويسة صغيرة في الكوجينة ولا تحريكة للعشاء وترجعوا لي. وخليكم على قناتكم قناة سي بي سي دنا. طول الغريبة متاعنا راهي حضرت وريحتها اللهم صلي على النبي في كوجينتنا، باش نخرجوها مع بعضنا من الفور. هاي لونها حمارت، ريحتها فاحت، الريحة متاعها تشهي. انا عملت كونتيتي صغير على خاطر احنا رانا شوية لنا مش برشا. حضرت مع الغريبة البيضة متاعي، حضرت لها قيوة عربي تاع 66 كيف شقان الفطر. كما قلت لكم لازمكم تجربوها وتعملوها، راه مش كان قاعدين نتفرجوا نضيعوا في الوقت برك، يلزمنا نستفيدوا من لي غوسيت نعملوهم ونجربوهم. اليوم الغريبه متاعنا سهله على الاخر، كما قلت لكم تراديسيونيل، ديما نقولوا ديما نرحموا على اللي علمنا الحلو هذايا. هو الحلو راهو تقليد قديم على امناتنا وعلى جداتنا، ونعاود اللي ما سمعنيش نعاود نقدم تحيه كبيره الأمي خاصة ولكل الأمهات بالمناسبة هذه متاع شهر رمضان. هوني عندي القيوة العربي باش نحضرها، هي حضرتها مي باش نصبها. احنا في تونس نحبوا برشا القهوة العربي هذه تركية مع كعبة أبيض. اللهم صلي على النبي. خليكم على خير ونقولكم شهية طيبة، وتستنوني غدوة في حلقة جديدة رمضانية في روسيت جديدة. خليكم في قناتكم قناة سي بي سي بنا، برنامجكم برنامج حلاوة الدنيا. وشافتكم مدام مروة من تونس. إلى اللقاء.